معلومات 92. عايز اسالك برضو عن شايف مستوى احمد ياسر ريان ازاي في ماتشين اسبانيا وماتش الارجنتين؟ لا بص هو اتظلم. ما انا اقول لك انت نفسك بتقول طريقه اللعب انت بتلعب منتخبات قويه. انا لعبت ضد المنتخبات دي في بطولات. في ناس ما تلمس كوره. انا نزلت ماتش اسبانيا في برشلونه اللي نزلت 10 دقايق ما لمستش ولا كره مره. الموضوع هناك مختلف تماما. انت بتتكلم على تكتيك اللعيب من صغره بيبقى رايح للاولمبياد دي مجهزينها من 10 سنين. احنا هنا بنجهز الاولمبيات من قبلها بسنه سنتين حسب الظروف وحسب الاجواء وحسب. هناك اللعيبه بتعد للمنتخبات من صغرهم وهو عنده 12 13 سنه. ما بيهموش بطولات دوليه اللي هي بشكل ودي، بطولات ممكن يوصل بطولات شباب. وبنشوف منتخبات نقول لك 15 سنه يقول لك ده البرازيل، ده اسبانيا، ده احنا عندنا احسن منهم. تيجي في المراحل اللي هي الاعداد الصح. فاحنا مش عايز ادخل، احنا لو اتكلمنا على الثلاثه اللي بيلعبوا قدام هم في، عشان تحكم على سترايكر او تحكم على اطراف بتوصل لازم توصل له. مش بدي مبرر للفيرود او الجناحين اللي بقوا موجودين، بس الامور كانت صعبه على منتخب مصر. الماتش الاولاني والماتش الثاني برضو كانوا حاولوا وبرضو ما كانش في عدم توفيق كره، لازم تعرف فيها التوفيق وعدم توفيق. لكن احنا بنتمنى ان شاء الله التوفيق يحلف منتخب مصر. الماتش الثالث باذن الله، وممكن ربنا سبحانه وتعالى عين لهم الخير وعين لهم هم يفرحوا اكتر واحسن ان شاء الله، وان شاء الله يفرحوا مصر باذن الله.